أهلا بكم مشاهدينا في القسم الثاني من بيروت. اليوم أستضيف فيها النائب السابق دكتور مصطفى علوش. أهلا وسهلا فيك دكتور مصطفى. أهلا فيك. يعني رح نتابع خلال هذه الحلقة قد ما معنا وقت ملفات عديدة، طبعا رح استفيد من وجودك معنا كطبيب. نحكي عن موضوع كورونا، هذا الموضوع الذي يشغل العالم اليوم. سوف نتحدث عن جلسات مجلس النواب والقوانين، وأيضا سوف نتحدث عن وضعية تيار المستقبل اليوم كجبهة معارضة وعلاقته مع باقي الأحزاب أيضا اللي منا بالسلطة اليوم. سوف أبدأ بموضوع كورونا. اليوم لبنان وكأنه لن أقول تجاوز الخطر، ولكن في إيجابية بهذا الموضوع. كيف تعلقون أو كيف تقيمون تعاطي الحكومة ووزير الصحة تحديدا مع هذا الملف؟ يعني أنا بدي أعتبر أنه بغض النظر عن التعاطي، لا شك أنه قرار الإغلاق اللي أنتوا أعلنتوه من هون من التلفزيون كان نقطة الفصل بكيفية تطور انتشار الفيروس بلبنان. بالنهاية الحكومة بما هو موجود كان ماشي الحال، ما في أي إشكال. وبأكد لك أنه لو كان نظامنا الصحي هو الأعلى بالعالم، لو حصلت أعداد كبيرة من الإصابات كان النظام سينهار بالتأكيد. وهذا اللي صار بإيطاليا. اليوم عن المستشفيات غير مجهزة، كان عندنا أيضا مشاكل مع القطاع الطبي قبل كورونا. بدي أكد لك أنه حتى لو جهزت المستشفيات، بس لنعطي مثال، إيطاليا عدد المستشفيات والأسرة أعلى من أمريكا، من الولايات المتحدة الأمريكية، ومع هذا كله النظام الصحي انهار. مش لأنه هن ما عندهم نظام صحي منيح، لأنه حقيقة الجائحة اللي حصلت عندهم اللي حصلت تفوقت بأشواط عن قدرة أي نظام صحي أنه يقدر يعالجها. وأنا كتبت بعدة محلات ليش بالصين قدرنا وليش بأمريكا مش قادرة، لأسباب العلاقة بشكل أساسي أنه أنت سيطرتي على المصدر أو على الخزان بالصين ومنعتي انتشاره محليا بسهولة، لكن سرعة الاستجابة دكتور كمان إلى عليها. كمان خلينا نرجع للمسألة، أنت سرعتك للاستجابة إذا كان المصدر محصور من الأساس ممتاز، لكن إذا كان المصدر اللي عن أو المحل أنت منطقة انتشار مش منطقة مصدر، وهيدي الناس بعدها ما كتير استوعبت هالنقطة بالذات. ولكن حتى منطقة المصدر ما بتتحول لمنطقة انتشار أيضا؟ إذا بتقدر تتحول منطقة انتشار لو ما تحاصرت دغري. المشكلة الأساسية أنه بوهان وبالصين بشكل عام التواصل، يعني خروج الناس وفوتهم وطلعتهم خاصة من المدن الكبرى باتجاه مناطق أخرى ضئيلة جدا جدا، اللي بينتشروا بيروحوا بيجوا رجال الأعمال الكبار، الموظفين الكبار وأعضاء الحزب الشيوعي وربما العسكر بأوامر معينة. مجرد ما ظهرت ما استوعبوها من الأول. هلا طبعا أنا نظريات المؤامرة بشيلها من راسي دائما بهالموضوع هذا إلى أن تثبت. نعم. ما معناتها انه ما في وتسريب الوباء ما بدي ما مني مضطر فوت فيها طالما لا يوجد اثباتات اتهامات. لكن حتى من الناحيه الوبائيه ما صار خلال اسبوع اسبوعين ما استوعبوا اللي صاير. الاسبوع الثالث تقريبا عرفوا انه عندهم فيروس، عرفوا. فعندهم الجيش وعندهم الاستجابه لمليار و200 مليون نسمه، وجهوا الجزء الاكبر منها لمنطقه واحده عزلوها 11 مليون، انعزلت ال 11 مليون. الشيء اللي الناس بعضها بيعرفوا بعضها لا، انه في عندهم سيستم اسمه الويتشات. الويتشات اللي هو مثل الواتساب بس هن ممنوع عنه. الويتشات عدا عن انه وسيله اتصالي هو وسيله تعقب. هي مراقب. وسيله تعقب، وهيدا لانه نظام حديدي، نظام قادر يلاحقك، بيعرف قديش بتاكلي وشو بتاكلي، وين بتروحي ومين الناس اللي بتلتقي فيهم، وطبيعه حياه الناس هونيك ما كثير بتروح وبتجي. فجينا على المصدر، يعني بدك تعتبري النبع هونيك، جيت على النبع سكرتي، لكن امتى سكرتي؟ بعد ما مرق ست اسابيع من الخروج، يعني باقي النهر عم يتدفق لبرا
اوكي، وراح راح على منطقتين اساسيتين، راح على ايطاليا لانه كان في المعرض الدولي تبع مدينه ميلانو، ميلان فاشن ويك، عشرات الالاف ربما مئات 100,000 او اكثر من الناس بيجوا عليه، وبالتاكيد من ناس رايحين من ووهان اللي هي احد المراكز الاساسيه للتجاره والصناعه والتكنولوجيا بالصين، هي وغوانزو، شنغهاي اكثر مدينه سياحيه. ورحنا هناك، المحطه الثانيه هي كانت ايران. ليش؟ لانه ايران علاقتها الثقافيه والتجاريه مباشره مع الصين، مع الصين وبالاخص مع ووهان. بعد ما طلعت من هون انت ما بقى عم تحكي عن مصدر قادر سكر عليه، لانه خلص انتشر، انتشر وصار برا، ومن هون القصه اللي شفناها. مش خليني ارجع للبنان. لبنان انا امبارح بعثت لي بنتي اللي هي اخصائيه بالطب الوبائي من بجامعه بيركلي، بعثت لي الموديل تبع لبنان بناء على كيف بينتشر الفيروس وكيف ومبدئيا ترجمته المفروض انه ينشر باليومين مع الجرافات. بتعتبر انه ما في شك انه النقطه المركزيه هي الاجراءات اللي اتخذت بالتباعد الاجتماعي او التباعد المسافي، خلينا نسميها مثل ما هلا صارت موجوده، المسافه الامنه يعني. المسافه الامنه. ثاني يوم بعد القرار طلعت اجتنا 57 اصابه، ومن بعدها بقينا على 30 35 27 28 24 الى اخره. هلا لو وصلنا على العدد اللي مسطح تقريبا بين الصفر والخمسه، بين الصفر والخمسه. ولكن هل هنالك علاقه ايضا بعدد الفحوصات التي كانت تجرى؟ نعم، خليني اقول لك شغله. فتره حضانه الفيروس هي مينيموم 2.5 يعني يومين ونص، ماكسيموم 27 يوم، المعدل هو 5.2. عمليا انت اللي عم تحكي عنهم، طبعا في عندنا حالات بكل العالم قد تكون الاكثريه وما حدا بيعرف، عم تمرق بدون ما تكون في عندها عوارض كافيه لحتى تروح على المستشفى. اوكي، خلينا نقول ان حاملين الفيروس مع عوارض ضئيله، لانه كمان في كثير ما في اثبات لحد هلا، على الرغم من الحديث انه في ناس ما عندهم عوارض بالمره عم ينقلوا الفيروس، لا يوجد اثبات انه ناس ما عندها عوارض بالمره عم تنقل الفيروس. ربما عندها عطسه صغيره، ربما عندها شيء ولو بسيط عم تقدر تنقل الفيروس. فخلينا نرجع لهون. نحن خلال هالفتره هيدي بالتاكيد عندنا حالات كثير اسيمتوماتيك، بدون عوارض، بدون اي عوارض. وهول الناس لو وصلت عندهم الامور للعوارض كنا شفناها بالمستشفيات. صحيح. يعني بدك تشوفي ناس عنده حراره 38.5 39، عندهم سعله مؤلمه، السعله اللي بالفيروس الكورونا على عكس السعلات اللي بالانفلونزا بتطلع بعض البلغم، سعله ناشفه وقاسيه وموجعه. فالمريض ما بيقدر ما يروح على المستشفى اذا عنده عوارض جديه. يعني برايك لو في اصابات اخرى كان على القليل لو بيّن. في اصابات عندها عوارض، خليني منشان يكون دقيق احسن ما اطمن الناس، ما بدي ماني جاي لاطمن الناس، جاي لاعطي فسحه امل انه الاجراءات اللي بدات بالتباعد المسافي الامن هي اجراءات جيده، وقد تعطينا القدره انه خلال اسبوعين لثلاث اسابيع نقدر نشوف أين التوجه؟ شو هي الإجراء؟ بناء على الصورة الجراف اللي حكينا عنها، نحن هلأ باتجاه اختلاشي قدرة الوباء على الانتشار بهالاتجاه هذا. لكن إذا أنت كسرت التباعد المسافي الآمن بهاللحظة هيدي، ممكن أربعة أو خمسة يرجعوا يوصلوك إلى مكان لا أحد يعرف لوين نوصل. شخص واحد ممكن ينشرها ضمن أي مجموعة. هلأ نحن طبعا الانفلونزا التقليديه 1.2 عدوى بكل شخص يصاب. في تقارير بتقول انه الكوفيد 19 وصل الى 9 بالواحد، يعني كل واحد بيقدر يعدي 9، لكن هذا مرتبط بحياه بالطبيعه الاجتماعيه، بوين عم تروحي. اذا انت كنت بحانه ليليه وفيها عم ترقصي اوكي وعندك شيء 50 شخص، اكيد ساعتها احتمال مكان مغلق وما في تهوئة. بينما مثلا انت اذا واقفه بالشمس حتى لو سعلتي اوكي الفيروس يصبح
يحيد، انا لانه انا ما بسميها يقتل، لانه هو منه جسم حي قادر يتكاثر الا اذا كان موجود بجسم حي اخر، يقتل مباشره بالاشعه فوق البنفسجيه بالليل غير النهار، واذا في غيم غير اذا في شمس، كل هالقضايا هيدي. لهيك بالهواء الطلق امكانيه العدوى اقل بكثير، ضئيله بالمقارنه. هذا ما كمان ما بدنا نطمن عليه. شو اللي فينا نقوله هلا بهاللحظه هيدي؟ اذا استمرينا على مدى اسبوعين لثلاث اسابيع بدون اي اصابه مسجله، ماشي الحال، وكل المغتربين اللي اجوا بهالفتره هيدي اثبتوا انه غير مصابين وقعدوا بالحجر بشكل جدي بهالفتره هيدي بدون ما يطلعوا، ومرق حوالي الاسبوعين على الحجر، يمكن ان وطبعا ما فتحنا الحدود، يعني بنرجع بنشير انه ما بيكفي هالشيء، هيدا بدك تكوني عم تفتحي المشكله. طبعا هون هلا بس مرق شيء بالسياسه والامن، نحن ما عندنا قدره نعرف شو بيفوت وشو بيطلع حزب الله ببساطة، وعلى الحدود البرية عن معابر غير عن معابر الشرعية، ما بعرف أنا والدليل أنه في سيارة مرقت من كام يوم وضربتها إسرائيل بهالشغل. هلأ أنا ما بقدر أعرف بصراحة، لكن أنا عم بفترض نظريا، هلأ برجع على صفة الطبيب، نظريا أنه كل شيء صار وبدون ما نفتح الحدود بشكل كامل إلا بشكل دقيق للبنانيين اللي كمان عم ينفحصوا عم يخضعوا للإجراءات نقدر نقول أنه قد نتمكن من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بهالفترة هيدي. الإشكالية الوحيدة هي مشكلة المدارس، بتدل الواحد عنده صحيح. عنده خوف من عودة، خاصة بالمدارس اللي بتلاقيها، أنا بعلق عنا بطرابلس، الاقتزاز المكاني بالمدارس مرعب. بدنا نحكي عن موضوع طرابلس خصوصا بموضوع الكورونا دكتور علوش، يعني كان في خوف على هذه المدينة، ما كان في التزام تام بالإجراءات، ما كان في التزام بالتعبئة العامة، يعني البعض يعني بعض التصرفات مبررة، في ناس ما فيها تقعد بلا شغل، ولكن وكأنه كان في تلاشي بعض الشيء لهذه الإجراءات. يعني منذ أيام تشفنا حملات لفحوصات عشوائية بطرابلس لكل الناس، ولكن ما خفتوا على هالمنطقة؟ أنا بالأول نعم، لما مرق ثلاث أسابيع وما شفنا حالات تجي لعنا على المستشفى، أنا موجود بالمستشفى، يعني نحن حضرنا حالة مثلا بالمستشفى اللي أنا بشتغل فيها، حضرنا وحدة لاستقبال الحالات وعملنا حتى التحويل، حورنا غرفة العمليات لإمكانية أنه يجينا هيك حالات، وبالوقت ذاته أوقفنا كل العمليات الجراحية واستقبال المرضى إلا للحالات الطارئة خلال الفترة هيدي. من مرقت ثلاث أسابيع ما شفنا حدا معه، يعني أو قليل اللي إجوا، حتى اللي عنده حرارة كان عم ينفحصوا، عم ينعمل لهم البي سي آر وعم ينعمل كل اللازم، عم ينعمل سي تي سكان على فكرة كمان واحدة من وسائل اكتشاف سي تي سكان للرواية كمان، هيدا بيعطي إذا اثنين انعملوا فينا نقول 96% نقدر نكتشف الحالات، على شرط أنه يكون حقيقة مارق كام يوم، يعني يومين ثلاثة، لأنه عمليا إذا هلأ أخدوا لا أكيد ما رح يبين علينا. إذا بعد ما مرقت ثلاث أسابيع بلشت ارتاح. ليش؟ مش ارتاح لقلهم للناس أنه أوكي ما في مشكلة، ارتاح قول أنه لو في عنا حالات كاملة موجودة وبفترة الحضانة كان خلال ثلاث أسابيع على الأقل جزء منهم اللي قد يكون بين العشرين، هلأ نحن 80% من الناس عم يروحوا على المستشفيات اللي منكتشفهم. ليش؟ لأنه بعض الفحوصات موجهة للناس اللي عندهم عوارض، صحيح، بينما لما بدنا نروح نعمل حالات عشوائية مثل عملت نيوزيلندا مثلا، ساعتها فيك تكتشفي قديش حقيقة في حالات عند الفيروس اسيمتوميك واسيمتوماتيك، مع انه الاحتمال انك اللي عندهم مناعه او قادرين يحاربوا الفيروس قدرتهم لا يتخلصوا منه بسرعه هي عاليه بالمقارنه مع الناس الاخرين اللي عندهم عوارض، فعمليا كمان ممكن يكون في ناس اسيمتوماتيك ما عندهم عوارض اخذوا الفيروس عملتيهم اياه بعدين اوكي وما عرفتي اذا انصابوا ولا لا، فما بيكون في عندهم فيروس. اذا نحن بعدنا اليوم ضمن هذا الخطر، شو برايك لازم الاستمرار، يعني الاستمرار بحاله التعبئه الى ان يمر ثلاث اسابيع على الاقل بدون تسجيل اي حاله
بدون حتى بدون الفحوصات العشوائية أنا. مع الاستمرار بإجراء الفحوصات العشوائية اللي هي برجع بقول لك يعني بتدل عندك علامة استفهام، لكن خلينا نقول إذا مرق ثلاث أسابيع بدون تسجيل أي حالة وكل المواطنين اللي رجعوا على البلد كانوا نيجاتيف وقعدوا بالحجر، ما بس كانوا نيجاتيف وقعدوا بالحجر، ساعتها فينا نقول أنه ربما ببداية شهر حزيران ممكن الدولة تأخذ قرارها. لكن إذا ظهرت أي حالة بهذه الفترة معناتها رجعنا مددنا أكثر. هذا الموجة الثانية اللي كل خايف منها. الموجة الثانية قد تحصل غصب عنا كلنا سوا. خلينا نعطي المثل تبع الفيروس الإسباني. نعم. تبع الإنفلونزا الإسبانية 1918. طبعا الإنفلونزا الإسبانية بهذيك الوقت إجت باثنين موجتين. هل الكورونا هو إنفلونزا؟ ما بعرف. هل كورونا هو موسمي؟ ما بعرف. هل كورونا هو ممكن ما بيصيب الناس بالصيفية؟ ما بعرف. ولا حدا بيقدر يعرف بهاللحظة هيدي. في نظريات، في احتمالات. الشيء اللي يعني النموذج الأكثر احتمالا للإصابات بالفيروسات هو أنك بدك تروحي إلى أن يصير هناك خاصة لما ما عندك طعم، ما عندك لقاح، ما عندك دواء، لا هيدا ولا هيدا، ساعتها الشيء الوحيد اللي بيحمي هو ما يسمى مناعة القطيع، يعني أنه تصاب 70% من الناس حول العالم، أنا بحكي بهذا يعملوا المناعة ذاتية لحتى يصير في عندك مناعة كورونا. لكن هذه المناعة لا تعني المناعة الدائمة، وحتى لا تعني أنه الشخص لن يصاب ولن يكون هنالك عوارض أيضا مرة ثانية. خليني أقول لك هيدا نظري لحد هلا، لأنه ما صرنا الوقت الكافي لحتى ندرس بالفعل ناس أصيبوا ورجع لهم مرة تانية، هل كانوا بالفعل نضاف من الكورونا بين هلالين ولا حقيقة بقي الكورونا، خاصة أنه عم يقعد شهر ونص بعض الأحيان بالجسم. فهل هن حقيقة ارتاحوا من العوارض ورجع إن صار في شيء اسمه reactivation، عاد تفعل الفيروس ولا لا؟ لهيك خلينا مشان كل دقيقين، في أفضل شيء نقول إنه لا يمكن حسم الأمور قبل ما يمرق فترة دراسات كافية على كيفية عقلية انتشار هذا الفيروس، عقلية تصرفه مع المريض، كيفية تصرف المريض أو الجسم مع هالفيروس. نعم. بموضوع التعبئة العامة اليوم عم تحكي أنه ممكن يكون في ثلاثة أسابيع بعد أو تمديد، أو هذا من المرجح أنه يكون اليوم. هل يحمل الشعب اللبناني، هل يستطيع أن يتحمل، وخصوصا كمان بدأ يرجع لمنطقة طرابلس التي تعاني ما تعانيها أصلا من الأوضاع المعيشية الصعبة قبل كورونا وخلال فترة الثورة، اليوم من سيساعد هؤلاء؟ يعني حتى تبعنا اليوم بموضوع المساعدات اللي وزعتها الحكومة، فشلت نوعا ما باللوائح اللي حطتها وبمصداقية فعلا هذه الإجراءات. قبل كل شيء بأكد أنه ولا شعب بالعالم قادر. خلينا نشوف يعني كل العالم بهيك الوضع، ولكن في حكومات عن حكومات تفرق. خلينا نرجع للشغلة الأساسية. نعم، في حكومات عن حكومات تفرق، مش في حكومات، في بلدان كمان عن بلدان. أنا هون أنا بالناحية السياسية أنا معارض للحكومة، يعني أنا عم بحكي حكومة بمعنى بلد. اليوم في بلدان غنية قادرة تدعم شعبها، في بلدان غير قادرة. نحن بدنا نفكر ببلد فقير على حدود الإفلاس، عم الناحية، وقدراته والريزيرف تبعه هو نضب بالتأكيد. فلهيك نعم، بما توفر ولا حماية الناس، الطريقة الوحيدة هي أنك تدعميهم ببيوتهم. أنا بالنسبة لي كان قناعتي أنه الدعم مش بالمال. ليش؟ حتى لو 400 ألف، لأنه ال 400 ألف بده ينزل يصرفها. صح، دعم بالمواد الغذائية. أوكي، بدها تكون بالمواد الغذائية الموجهة، ولكن في أجارات منزل، في كهرباء، في ماء. ساعتها كمان هون لو عندك منظومة جدية، ما عندنا منظومة جدية، خلينا نكون واضحين بهالأمور هيدي. ساعتها الأجارات بدها تتأجل،
والناس اللي حقيقة عايشين على الأجرات بدك توصلي لهم كمان المساعدات بهالوقت هيدا وإلى ما هنالك. كل هالأمور تفاصيل لما بتكون حل الكارثة على شعب. نحن الكارثة اللي حلت علينا هي قبل الكورونا. صحيح. وهذه الكارثة تخبط بكيفية علاجها أخر بعلاجها. وستستمر هذه الكارثة بعد كورونا. بأكد لأنه العلاج الأساسي تبعها هو سياسي. رقم واحد هو بالسياسة. وكل المحاولات لنلف وندور ساعة بدنا نخطف مصريات. خليني لأنه وصلنا لهالنقطة هيدي وتفتنا على المدخل. خليني اطلع على النقطة طرح مسألة الهيركات اللي كانت مطروح. بالأول كانوا عم يحكوا عن شيء فوق 100,000 رجعوا بعدين هلأ حكوا عن شيء تاني. كل هذا الأمور تبقى عاجزة عن حل أي شيء. كل المعطيات الاقتصادية بتقلك أنه ما ينقذ الوضع المالي أو يوازن الوضع المالي هو فريش ماني. صحيح. فريش ماني بده يجي صندوق النقد الدولي من برا. صندوق الدولي. النقد الدولي أو أموال استثمارية. كمان خلينا نرجع نطلع فينا بدنا نتطرق لهم هذه نتطرق لها المواضيع بس فينا نختم بس موضوع كورونا بطرابلس تحديدا الوضع المعيشي وبدي انتقل تنحكي عن اليوم انا قناعتي انه ما رح تقدري شو ما عملتي الا اذا وصلتي الامور على البيوت وحقيقه الدعم بدل ما يكون دعم على اساس الانماء المتوازن الغبي انا برجع بسميه غبي من بدايته نحن لأنه براسنا انماء متوازن يعني أنه كل مدينة لازم تأخذ مثلها مثل المدينة الثانية صحيح كل حي بياخذ مثل الحي الثاني وكل طائفة بتاخذ مثل الثاني هيدا لأنه في غياب لدراسات الأوضاع أصلاً المعيشية لا يعني لأنه حتى لو الشخص. كانت الأوضاع مدروسة ستتمسك القيادات الطائفية بحصتها حتى لو ما بدها لو بدها تكبها بأكد لك هيدا تفاهة مجتمعنا اللبناني تفاهة مجتمعنا أنا ما بحكي عن السياسيين أنا بحكي العقلية الاجتماعية اللبنانية تستند إلى هالشيء هيدا من المواطن وصول إلى المسؤول ومن المسؤول ونزول يعني هيدا التفاعل فأنت لما بدك تروح تركزي على أنه أنا لازم أعطي بالنبطية مثل ما بدي أعطي بحلبة وبدي أعطي زحلة مثل ما بدي أعطي بعلبك وبدي أعطي هالحي ببيروت مثل ما بدي أعطي بهالحي ببيروت بتكوني أنت فشلتي حقيقة بالعلاج العلاج يجب أن يكون منصفاً وليس على أساس العدالة وليس على أساس التوازن لهيك لما يكون عندك أنت كمية صغيرة من الموارد عليك أن توجهيها إلى المناطق الأكثر حاجة لحتى تحمي البلد كله سوا شو يعني؟ أنت إذا بكل موضوعية أصلاً أنا خليني أطلع بطرابلس كل الدراسات على مدار 10 سنوات أوكي نقرت راسنا كل الوقت أفقر مدينة على المتوسط أفقر مدينة على المتوسط طيب هو صحيح هالشي هذا الكلام صحيح لأسباب موضوعية وتاريخية واللي بدك إياها إذا أنا وقت اللي بدي روح حقيقة أنقذ البلد من تداعيات هذا الوقع خلينا نقول أبدأ كورونا أبدأ بالمناطق الأكثر فقرا أوجه إمكانياتي المحدودة إلى المناطق الأكثر فقرا والأكثر حاجة بدل ما أقول أني أنا بدي أعترض لنقول خليني بعطي مثال انه رحنا جاهدنا لحتى نعمل منطقه اقتصاديه خاصه بقلب المدينه طرابلس لانه هيدي قد تؤدي الى تحسين الوضع بيروح حدا بيطلع بيقول لي لا انا بدي احط منطقه ثانيه كمان بدي روح منطقه ثانيه يعني عمليا بتكوني انت فشلتي طب اليوم الاتكال على الدوله هل هو الحل هنالك ايضا كبار المتمولين بطرابلس كبار الأغنياء بطرابلس وين اليوم من مساعدة هؤلاء المبادرات الفردية من كبار من متوسطي الثروات بقول لك انه صحيح ان منهم كتار بقلب المدينة لانه عمليا هلا في يعني مسافة كبيرة هو بين الاكثر غنى اللي هن على مستوى المليارديرية أو المئات الملايين الدولارات عم نحكي معهم نحكي على شيء تاني وبين الناس اللي أكثر فقراً اللي هن قد يكونوا 50% ونزول من طبعاً في عندك تدرجات الطبقة المتوسطة ذات القدرات أنها تساعد اختفت في طبقة متوسطة بعدها موجودة ولو أنها ضقلت ولكن قادرة تكفي حالة بحالة صحيح. بالحالات العادية الأزمة على الجميع الآن في عندك مجموعات اللي هن متوسطي الثروات وطلوع باتجاه اللي هن
مهنيين وناس مهندسين كبار ومقاولين كبار عم يقوموا بواجباتهم. بأكد لك أنا شفتها بعيني بأم العين أنه حقيقة عم يقوموا، لكن شو اللي عم يصير؟ عم يقوموا بشكل فردي. يعني هلأ في عائلات تصلها 6 أو 7 حصص من المساعدات، وعائلات لا يصلها أي شيء. فكان اللي بمبادرة أنا بلشت فيها شوي واقترحتها وانسمعت، لكن رجعت غرقت، اللي هي أنه الأكثر ناس قدرة يقودوا عملية الإنقاذ وعملية إعادة نوع من التوازن من خلال أنه هن يفوتوا على الخط ويدعوا الناس المتوسطي الثروات وطلوع ليساهموا بالأسماء. يعني مش أنه والله يأكل الهيئة كلها سوا، فوتوا بدال ما أننا نعمل عملية إنقاذ فردية أو صدقة فردية وزكاة أو هلأ برمضان أو شيء، وتروح الناس تبيع جزء، يعني تجيها 7 أو 8 حصص تروح تبيعها أو تنكب بعض الأحيان. خلينا نروح على إجراء جدي، والمناطق اللي بحاجة معروفة شوية منا بحاجة لا سجلات ملغومة موجودة هون ولا إلى شيء، معروفة هيدي لأنه كلها ناس، وقدرنا ببعض المجهودات الشخصية أن نقوم بفعل جدي بهالموضوع. نعم. هيدا بتروح أنت بتقودها وبتروح بتعمل أشياء ده بشكل يفيد الناس، وعلى مدى شهر أو شهرين لحتى نقطع بأزمة الكورونا على الأقل بهال. حصل اجتماع الأسبوع الماضي لكن يبدو أنه ما طلعنا بأي نتيجة للأسف. ماشي، لهيك هلأ برجع بعمل النداء من جديد إلى القادة السياسيين الموجودة بقلب المدينة، اللي هن نوابة ووزراء السابقين ووزراء ولا هنالك، أنه يشاركوا المجتمع المدني من خلال عامل الثقة. كل واحد عنده ثقة بمجموعة من الناس على شرط أنه يشاركوا بشكل مباشر وواضح، مش أنه والله اللي إجا شارك وحط ينحط اسمه، انه هو مشان يدل موجود، مش ياكل السياسي بهالقضية هيدي، وعدم الفوتة بمسألة انه انا ما بدي ضيع جهدي هلا بكره بالانتخابات بحطه. للاسف. رح ننتقل الى الشق السياسي. طبعا نحن شوي وقتنا ضيق اليوم لانه كان في نقل مباشر، فبدي اتطرق بداية لموضوع اليوم تيار المستقبل، هو بجبهة المعارضة. عم نتابع بالأيام الأخيرة انتقادات إعلامية لهل ستشكل جبهة معارضة فعلية بين التيار المستقبل والاشتراكي والقوات، أم لن يكون هنالك التقاء فعلي بين الأحزاب الثلاثة، لأنه ربما تيار المستقبل له بعض المحسوبيات ربما مع حزب الله، والاشتراكي عم بعده عم جرب يكون وسطي، والقوات عندها رأيها الخاص. أدي مهم اليوم أنه تشكل هذه الجبهة، وأدي لبنان اليوم بحاجة لأنه يكون في جبهة معارضة فعلية تقيم أداء الحكومة وتقدر تقوم بإنجازات معينة. خليني أنا هلأ شلت عن كتافي، هلأ بها اللحظة هذه لح شيل عن كتافي عضو مكتب السياسي بتيار المستقبل لأحكي كمصطفى علوش المعارض. نعم. أوكي. أي بلد نحن فقد نظامنا السياسي القدرة على حقيقة النجاح، لأنه ما كان في معارضة فعلة ولا بأي لحظة صحيح من تاريخه. ماشي، طبعا سببه بنيوي هو النظام الطائفي القائم بالبلد والمحاصصة والحكومات التوافقية اللي توالت. ما عمل لك ما هيدي الحكومات التوافقية هي نتيجة طبيعية للنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية أو الشراكة الوطنية، الكذبة الوطنية خلينا نسميها التسويات. ايه طبعا، لا هي التسويات حقيقة. فعمليا نحن فقدنا، لهيك إذا حقيقة هلأ في فرصة علينا أن نبني معارضة. هذه المعارضة بدها تكون برلمانية جدية وشعبية جدية. هلأ إذا لاحظتي من ناحية البرلمانية هناك 3 أحزاب كبار نظريا. أوكي. ليش عمول نظريا؟ لأنه ما بقدر أعرف بقى هلأ شو حقيقة شو هو القوة التمثيلية تيار المستقبل ولا قوات ولا حزب التقدم الاشتراكي. ربما حزب التقدم الاشتراكي الأكثر محافظة لأسباب طائفية على قدرته التمثيلية، لكن بين قوات بين تيار المستقبل ما بعرف بهاللحظة هيدي شو هو الوضع. أنت لحتى تقدر تبني معارضة برلمانية ما بدها تكون بتحالف أحزاب، لأنه
رضي فلان مع فلان واتصل فيه وقال له خلينا نعمل معارضة. لا، بدك تكوني أنت اجتمعتي بالانتليجنسيا تبعتك وحطت برنامج معارضة دقيق واضح في جزء السياسي، جزء المالي، والجزء الاقتصادي. هل هذا ممكن؟ خلينا نحكي اليوم بالعملي. نعم ممكن، ممكن، بس هنالك خلافات عديدة، إن كان بين تيار المستقبل والقوات صارت خلافات جوهرية. إذا ما حدا يحكي لي المعارضة، يحكي لي بشرازم تعارض. ليش؟ لأن أنا بالسلطة. أوكي، شرازم تعارض لأن أنا بالسلطة. هون السؤال اليوم، هل نستطيع أن نرى جبهة معارضة نعم فعلية؟ نعم نستطيع، برجع بقلك وكيف نعم سيتخطوا خلافاتهم؟ نعم نستطيع، لكن عمليا بالبرنامج، مش بإني أنا والله رضيت بموظفين ما طلعوا ليهم أو حطوا ليهم. ساعة بطنش شوي على المسألة هايدي، يعني مش بالتفاصيل الصغيرة. مش اليوم بالتفاصيل. طيب إذا بدنا نفوت بعناوين عريضة اليوم، هل تيار المستقبل من مصلحته يفوت بجبهة معارضة فعلية ضد حزب الله؟ لا مصلحة لتيار المستقبل أنه يكون بالمعارضة بدون هالشي هذا. خلينا نطلع بالجهتين. لا مصلحة بتيار المستقبل يكون عنده معارضة بدون ما يكون عنده برنامج، وهذا البرنامج هو بتوافق مع كل أركان المعارضة. عم بحكي بالبرلمان، يعني رح نشوف التقاء اليوم بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية على نقاط أنا عريضة. أنا عم بحكي عن تمنيات، ما عم بحكي عن شو الواقع، لأنه لحد هلأ لم يظهر. طب ما تحكي تمنيات، نحكي توجهات. هل هنالك توجه إلى هذا الموضوع؟ بصراحة ما شفت لحد هلأ أي إشارة أنه هالشي وارد بهاللحظة هاي بكل موضوعية. وإذا كان هل هو السبب اليوم أنه الرئيس سعد الحريري لا يزال يعول على إسقاط حكومة حسان دياب والعودة إلى رئاسة الحكومة؟ اليوم بده يحفظ كمان ماء الوجه مع الكل، مع كل الأطراف. خليني أقول أنه الأسباب التي أدت إلى استقالته لا تزال قائمة. هون عم نحكي شوي عن علاقة مع التيار الوطني الحر. غير حتى غير العلاقة مع التيار الوطني الحر، الأسباب باللي خلته ما يقبل كمان بالتكليف النظري اللي كان بده يصير لا يزال قائم، هو عدم قدرتك بدون ما يكون في حل سياسي، ونرجع ننتقل، بدون ما يكون في توجه سياسي لحتى تقدري تفتحي بواب جدية لتتعاوني مع المجتمع الدولي لتجيبي فريش ماني ولتجيبي مشروع انقاذ جدي، ان كان من البنك الدولي وان كان من ساد. من العائق؟ ليس حزب الله العائق اليوم امام ماشي. ثقة أنا المجتمع أنا الدولي. انا ما تعودت ولا مرة خبي الموضوع هذا. الكارثة اسمها حزب الله مش العائق. وليه اليوم ما في جبهة معارضة واضحة أمام هذا الموضوع؟ يعني القوات يجمعون على هذه النقطة، الكتائب يجمعون على هذه النقطة، التقدم الاشتراكي بتحفظ، أما تيار المستقبل وين؟ برجع بقول لك أنا هلأ ليش اضطريت أني أقول هالشي هيدا لحتى أطلع من أو ما ألزم تياري اللي أنا بنتمي لإله بأي كلام بموقفي بهالموضوع هيدا. لن نتمكن من الخروج من الكارثة الاقتصادية السياسية والمالية بهاللحظة هيدي بدون ما تكون جبهة معارضة. وفلتكن إذا ما بده تيار مستقبل خلي الباقيين أوكي ماشي الحال. خليني تكون واضح قادرة أن تنسج. الباقيين ما فيهم كمان لحالهم، يعني القوات والكتائب فيهم لحالهم يقوموا بجبهة معارضة فعلية. أنا عم برجع أحكي نظري، كلام نظري. نعم أنا بتمنى أنه تيار مستقبل، حزب التقدم الاشتراكي، حزب التقدم الاشتراكي له كمان محسوبيات، واللوات اللبنانية، وحزب الكتائب، وحزب الكتلة الوطنية، وحزب الوطنية الأحرار، والمجموعات المستقلة، وكمان أيضا ربما الأستاذ نبيه بري، ما بعرف، ربما برجع بقول لك اللي عم طلع عليه. لكن بدك تعرضي المسألة بإطار آخر لمن على المستوى السياسي لحتى تقدري تخل إجابة. بدك تقولي ما هي مصلحة لبنان بأن يكون بركاب إيران وأن يكون ماشي بمشروع حزب الله، حط وعرضية بهالشكل هيدا، بدل ما تقولي أني أنا بدي روح أسحب سلاح المقاومة مع أني أنا معه بالمية مية، بدي وقف التعاون مع إيران مية بالمية إلى آخره، كلها تعيدي أنا واقفة.
لكن خليني أقول تعرضي مشروع متكامل فيه يتطلع بشكل موضوعي وذكي وغير استفزازي واللي بدك إياه ما هي مصلحة لبنان بهالموضوع هذا. بتحطيه على المستوى السياسي هيك، إذا الاستنتاج بيكون أنه والله أنا مصلحتي مع زيمبابوي أوكي أو مع كينيا أو مع بوركينا فاسو هي أكثر من مصلحتي. كان في محاولات بهذا الإطار؟ لا دكتور، يعني مبلا إعلان بعبدة كان النائب النفس أو الحوار، الكلام صحيح. ولكن من يلتزم؟ حزب الله سيلتزم بهذه الإطار؟ أكيد ما رح يلتزم، ما رح يلتزم. إذا أنا بدي أعمل حسابات بالطريقة هيدي فإذا أنا مني فايت بالمعارضة، لأنه المعارضة الحقيقية هلأ ضد طرفين أساسيين موجودين، ضد طرف اللي حزب الله اللي مستعد يدمر البلد كله تسوى مشان يبقى هو، لأنه لبنان بالنسبة له هو مجرد محطة بمشروع ولاية الفقيه وما عنده مشكلة، وخاصة في مقولات هلأ عم تقول أنه لبنان عم يفرضوا عليه تغيير بمنظومته الاقتصادية. مش صحيح الحكي هذا. حزب الله لما كان عم يستفيد من المنظومة الاقتصادية تبع البلد من خلال المصارف كان ما عنده مشكلة بالمنظومة الاقتصادية الحرة بلبنان. لما كان عنده بنوكة بيستفيد منها، لما كان مخنشة بقلب النظام المصرف حزب اللبناني. الله ربما يبحث اليوم عن كبش محرقة. طبعا عم يبحث عن كبش محرقة لحتى يقول ما أنا صح أوكي. لا أنت يا حبيبي، أنت يا حبيبي بهالخصوص هذا. كمان منظومة الفساد القائمة ومن ضمنها مثلا التهرب الضريبي، والتهرب الضريبي مش بس انه والله هون حزب الله يتهرب ضريبيا، في 750 مليون دولار عم تفوت لعنده ما عم نعرف، هل الموظفين بحزب الله بيدفعوا ضريبة للدولة؟ ما بعرف، ما حدا يقول لي. هل اللي بيقبض 1500 دولار أو 2000 دولار المقاتلين أو كان هو بيدفع ضريبة على للدولة مثل ما بيدفع مثل ما بتدفعي أنت من وظيفتك، ومثل موظف الدولة بيقبض مليون ليرة؟ مواطن درجة أولى، مواطن درجة ثانية، يعني هذا الموضوع اللي حكينا فيه من زمان. لكن أكثر من هيك، أنت هلأ إذا وقفتي الفساد بالجمارك بالتهرب الضريبي بالبور وبالمطار وعلى المعابر، فيك أنت هلأ كونتينر لحزب الله تفتشيها وتقولي لازم يدفع عليها ضريبة؟ إذا بدي أقول أنا هيدي للمقاومة، شو هي للمقاومة؟ يعني سلاح لنا ما هي كلاشينكوفات وصواريخ وطيارات درونات وإلى ما هنالك. أوكي، كيف فيك تعرفي أنت شو فيها البضاعة الكونتينر اللي فاتة أو الشاحنة اللي فاتة؟ بدك تكشفي عليها. الحل شو دكتور مصطفى؟ ماشي يعني برجع بالليل لدي الوقت. الحل شو؟ اليوم عنا جبهة معارضة، اليوم عنا معارضة، عنا اليوم حكومة من لون واحد. عليك يعني اليوم الفرصة لفتح ملفات، لمحاسبة، لوقف الهدر إذا بدنا نقول، يعني في عين مراقبة اليوم لأداء هذه الحكومة، ولكن حتى الساعة ما شفنا أي عمل جدي من قبل هؤلاء من هم بالمعارضة. المعارضة برجع بقول لك نظريا علي أن تبني مشروع سياسي موجود تفاصيله بسيطة. هلأ إذا بدهم نقعد بعناوين بسيطة، أين هي مصلحة لبنان؟ هذا المشروع السياسي. هل تسعون داخل تيار المستقبل إلى هذه الخطوات؟ هذا حكينا الموضوع، ناقشناه وحكيناه مرة واثنين وثلاثة وآرائنا. توجه إيجابي أو سلبي؟ بالمكتب السياسي على الأقل فيني أكد لك أنه الزملاء كلهم سوا متفاهمين على الموضوع. مع حزب القوات هل هو سيكون هنالك التقاء في مسعى؟ نعم في مساعي والأمور دائمة، وبيعرفوا كل واحد منهم أنه لا يمكن أنه يقدر يقلع بدون ما يكون التاني معه، بيعرفوا أشياء هذا. ولكن هلأ صار في كل واحد عنده نقزة من الآخر، عنده نقزة أنه هلأ هذا بيروح بيعمل لي مشروع، وهذا السبب لمنع سعد الحريري يألف الحكومة يعني قبل ما تصير حكومة. ولكن مصلحة البلد اليوم ما بتتخطى النقزات اللي عم تحكي عنها؟ أنا بالنسبة لي إيه أوكي، بس بدك أصحاب القرار أنه ياخدوا هالقرار هيدا. دكتور علوش، يعني اللقاء كان كتير سريع لأنه كان في كتير نقل مباشر، ولكن طبعا رح يكون في لقاءات أخرى. شكرا لك، استفدنا من وجودك كطبيب وأيضا بالحديث بالسياسة. شكرا لوجودك معنا مشاهدينا، شكرا للمتابعة.